حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من عربود، ونبدأها بالعناوين. هل ستجمع أنغام بين أصالة وشيرين؟ روبي صارت عروس والخبر مؤكد على لسان زوجها المخرج. أرنولد شوازينجر يلغي زوجته السابقة من اللوحة الرسمية كحاكم سابق لكاليفورنيا. وأيضا سنتابع هذه الليلة مكانة حلوة وخطوة من المهرجان حلوة قوي، لأن فيها تكريم على التكريم. أرنولد شوازينجر يلغي زوجته السابقة من اللوحة الرسمية كحاكم سابق لكاليفورنيا، وإليكم التفاصيل. دشن الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الممثل أرنولد شوازينجر صورته الرسمية خلال حفل في الكابيتول في مدينة ساكرامنتو، وكانت المفاجأة إذ أزال الممثل صورة زوجته ماريا شرايفر من اللوحة الرسمية بواسطة الفوتوشوب وبطريقة غير محترفة. يذكر أن أرنولد لم يعد حاكما لكاليفورنيا في العام 2011، وانفصل عن زوجته بعد 25 عاما من الزواج بعد اكتشاف ماريا أن الممثل لديه ابن عمره 14 عاما من علاقة مع إحدى العاملات. مرة أخرى عادت الفنانة روبي لإثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد قيامها بإظهار دبلة الزواج في حفل زفاف شقيقتها، خرج المخرج سامح عبد العزيز ليعلن زواجه من روبي رسميا. وكشف سامح عن أن زواجهما حصل قبل 5 شهور بحضور أصدقائهما المقربين، علما بأن الزوج الأول لروبي، وأرجع سامح عدم الكشف عن زواجهما لرغبتهما باحترام خصوصيتهما، مؤكدا أن أصدقائهما حضروا عقد القرار وأنه يجيب عندما يسأل عن هذا الأمر. وتعتبر روبي الزوجة الثانية للمخرج السينمائي المصري، حيث أنه متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني ولديه منها 3 فتيات وهو يكبرها ب5 سنوات. عرس فني كبير احتضنته مدينة الإسكندرية مثل كل سنة، والذي حضره كل نجوم مصر وعدد مش قليل من نجوم العالم العربي ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي. كيف كان حفل الافتتاح؟ نتابع سوا في هذا التقرير. استقبلت مكتبة الأسكندرية حفل افتتاح الدورة 30 من مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وهي الدورة التي تم إهدائها إلى النجم نور الشريف الذي استقبله الحاضرون بعاصفة من التصفيق، ليؤكد نور على سعادته بهذه اللحظة، وتمنى أن يهدي المهرجان في دوراته السابقة هذا التكريم لكل من أحب السينما ومنحها موهبته وجهده وحياته. هو من شخصاتي اللي بمليون ونص، كمان في قصر الشوق، شمس في درجة شمس، حسن في كتيبة الأعداد، وغيرها وغيرها. هو عز الرجال نور الشريف. فخورة بيه عامة، دي حاجة مكانة حلوة وخطوة من المهرجان حلوة قوي، لأن فيها تكريم على التكريم، فحاجة بصاني جدا. أنا جاي النهاردة عشان هو بابايا، لكن سعيدة بأن كل الناس الشباب يعني اللي تعامل معاهم ان هم يكونوا حاضرين ويبقوا عاملين المجهود ان هم يكونوا موجودين، لان ده فيها نوع من الوفاء. انا ونور الشريف 7 افلام او 6 مش متاكد، يعني بدايه من الحب وحده لا يكفي، العار، جري الوحوش، الحقونا، بئر الخيانه، فاحنا 6 افلام او 7 ما نتحبش في التذكر السابع، لكن هي رحله الحقيقه. نور يعني أنا كنت حريص أن أنا أجي عشان الحقيقة يعني يستحق أن هو يكرم، ولأول مرة على فكرة مهرجان الإسكندرية يعمل يعني المهرجان باسم نجم
من نجوم السينما المصرية، ودي تقليد لأول مرة يعملوا، أرجو إن هم يستمروا فيه، لأن فعلا في ناس من السينمائيين والفنانين المصريين يستحقوا هذا. مهرجان رائع وسنة عن سنة بيكون أحسن وبيتطور. أنا كنت موجود السنة اللي فاتت، والقفزة اللي حصلت من السنة اللي فاتت السنة دي في المهرجان كبيرة جدا ومهمة جدا. بالنسبة بقى لحبيب قلبي وروح قلبي واستاذي واستاذنا كلنا الاستاذ الكبير نور الشريف، اللي انا النهارده يعني كنت سعيد بيه جدا، ومش انا بس، كل اللي كانوا موجودين، وده كان باين وتسجل وتصور وتشاف على الهوا كمان. قيمه كبيره وتكريم في وقته، لانه عاده وزي وهو حس بالسعاده دي، وانا كنت سعيد لسعادته وسعيد بالفكره اللي هو قالها، انه لازم كل سنه حد من الموجودين من عشاق السينما من عشاق الصناعة دي يكون موجود وبيتكرم وبيشوف حب الناس واحتفاء الناس بيه. دورة هذا العام يتنافس فيها 15 فيلم من فرنسا وإيطاليا وأسبانيا واليونان والمغرب والجزائر وتونس ولبنان. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحوا لي قبل ما ابتدي كلمتي احيي هذه الباقه والنخبه الجميله من فناني مصر والعالم العربي والمتوسط. الحقيقه افتتاح هايل للمهرجان ومنضبط، الاجراءات كويسه، النجوم اللي كرموا على مستوى عالي، لجان التحكيم حاجة محترمة، أداء راقي، أعتقد أنها من الدورات اللي هتبقى موفقة جدا إن شاء الله. العرض اسمه تقتلوش السنة، أول نجم اللي مقدمينه في العرض هو اسكندرية كنجمة كلوكيشن، مدينة إنتاج إعلامي عالمية على فكرة، فيها الريف وفيها البحر وفيها الصحراء وفيها الجبل وفيها الحضر وفيها كله، وإثبات أن الإسكندرانية يقدروا يعملوا أوبنينج شو لمهرجان اسكندرية. ويمثل مصر في المسابقة الرسمية فيلم قبل الربيع للمخرج أحمد عاطف، وهو من بطولة أحمد وفيق وحنان مطاوع وهنا شيحة. السنة دي بقى روح الاحتفال والاحترافية ودورة فارقة، الدورة الثلاثين، وشرف لينا ان احنا يبقى الفيلم المصري الوحيد في المهرجان. الفنان نور الشريف شرق يعني بصراحه، كنت ربنا على افلامه وادى دفع للمخرجين كتير، والنهارده احنا بنجاور ونزامله، ودي يعني حاجه كويسه جميله جدا بالنسبه لنا. يعني بتشرف ان انا بشارك بفيلم مصري في المسابقه الدوليه تحت اسم المعلم نور الشريف، يعني ما ينفعش تقول الالقاب غير المعلم اللي هو تاريخنا. الاستاذ نور الشريف ليس مجرد فنان، ده نقله في تاريخ السينما المصريه، اداها وصنع سينما وصنع مخرجين وصنع مبدعين، هم اللي بيسروا حياتنا لحد دلوقتي في السينما المصريه. فانا اعتقد انه شرف لي انا كممثل ان ابقى تحت اسم الاستاذ نور الشريف. المناره بتاعت اسكندريه هي اعتقد هي كانت مقصود بها مناره فن، ساعات بحس كده، لان جو اسكندريه جو فن، البيئه نفسها بتصنع فنانين، جمهور اسكندريه اعتقد دائما بيبقى هو شعله اشعال المهرجان، وده واضح السنه دي. انا سعيد شايف في تنظيم اكتر، في تحدي ان الناس بتتكلم عن صعاب، اسكندريه بتقول لا هنعمل مهرجان احسن من كل سنه، وده اللي انا حاسه وسعيد بيه الحمد لله. وجمعيه كتاب ونقاد السينما يعني انا شايف ان هم محاربين ان هم يقيموا المهرجان في التوقيت ده. والحين نروح لفاصل ونرجع معاكم. انا النهارده مش مرحله السينما، انا لسه عايز اغني كتير. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، ومن بعد أن قدمت الفنانة الكبيرة شوي كار ما يقرب من 150 عملا فنيا تشارك في فيلم ليلة العيد الذي تعود به للسينما بعد أن غابت عنها 4 سنوات من وقت ما قدمت فيلم كلمني شكرا مع المخرج خالد يوسف. ويحكى الفيلم حكاية 6 من مرحلة الشباب حتى الشيخوخة، متناولا مشكلات الطفولة ومرحلة المراهقة وما بهما من تقلبات، وصولا إلى معاناة المرأة العجوز من الوحدة والإهمال وغيرها من المشاكل. كما يهز الملك محمد منير المشاعر بصوته، هز قلوب الملايين بدموعه الغالية التي نزلت عند تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية.
يتمالك الفنان محمد منير نفسه وانهمر بالبكاء بمجرد أن دعته الفنانة لقاء الخميسي التي قدمت حفل افتتاح مهرجان الأسكندرية للصعود إلى المسرح لتسلم تكريمه، حيث أكد أن هذه اللحظة من أصعب وأجمل لحظات حياته، مشيرا إلى أن التكريم يعني انتهاء المشوار وتسليم الفنان الراية لأجيال من بعده، إلا أنه قال: أنا ما زلت أريد أن أغني وما زالت أحلامي كبيرة في الفن. تكريم يعني شوية ننفع في مرحلة تسليم. أنا النهاردة مش مرحلة تسليم، أنا لسه عايز أغني كتير. كل الدورات انا ما فوتتش السنه، ليا عمل ماليش عمل، يعني انا حضرت مهرجان اسكندريه في كل الحالات، ممثله ليها فيلم مشارك، متكرمه في المهرجان، عضو لجنه تحكيم، كل حاجه، ما فيش حاجه برضو باجي، يعني لازم اتواجد، انت عارف بحب اسكندريه وبحب مهرجان اسكندريه، مش قادره اقول لك سعادتي وفرحتي، انت سمعتني وانا بقول انا ليه لابسه ملون النهارده؟ أنا جاي أقول لنور من كل قلبي مبروك لإهداء هذه الدورة لنور الشريف. نور الشريف أكبر من كل التكريمات وكل الجوائز، يعني يستحق أعظم وسام في مصر، فنان عظيم، وبالنسبة لي أنا حالة خاصة، يعني صديقي أخويا صاحبي زميل أستاذ، هو أستاذ قبل ده كله، لأن أنا اشتغلت معاه وأنا تلميذة صغيرة في المعهد في فيلم العار، وهو طبعا كان نجم كبير جدا وساعدني وخد بإيدي ووقف جنبي وشغلنا بعد كده العديد من الأعمال، وهو أكتر ممثل أنا اشتغلت معاه، يعني عندي حوالي 7 أو 8 أفلام معاه، وشغلت معاه تلفزيون وشغلت مسرح، مفيش نجم اشتغلت معاه في 3 مجالات غير نور الشريف. أنا بشكر القائمين على المهرجان، أنا أول مرة أجي المهرجان اسكندرية، مستمتع جدا طبعا لان انا شفت اصحابي وشفت اصدقاء وشفت ناس كتيره جدا. التقليد ده مهم جدا ان احنا نرجع السينما تاني، نقول ان في سينما يا اخواننا موجوده، ان الدوله واقفه بقوه ورا السينما. الناس بتقول ان السينما ماتت، لا السينما ما ماتتش، السينما حيه وان شاء الله في افلام جايه، وكان بدايات ان في افلام موجوده، وان شاء الله في اللي جاي بنقول الاستاذ طبعا نور الشريف طبعا استاذي طبعا، وانت تعلم يعني مدى العلاقه بيني وبين الاستاذ هو أستاذي، يعني بقول له ألف مبروك على التكريم، وأنت تستحق أكتر من كده بكتير طبعا، 90 توصل للعالمية وإن شاء الله هيحصل. بقول له أستاذ إحنا معاك، واقفين معاك يا أستاذ، وارجع تاني بقوتك يا أستاذ، هتلاقي إحنا كلنا تلامذتك، كلنا تحت أمرك في أي وقت. سعيدة جدا، مش أول مرة بكون عضو لجنة تحكيم، كنت في أكتر من مهرجان دولي، اداني خبرة الموضوع، بقيت دلوقتي أكتر حكمة في أني أدي قرار في معايير نجاح الفيلم واختيار الحاصلين على الجوائز وكذا، يعني الموضوع جدا مفيد لينا الحقيقة كفنانين. النجم الكبير نور الشريف، الفنان الرائع العظيم اللي أسرى الفن المصري في سنين طويلة جدا في السينما وفي التلفزيون، أعماله أكتر من رائعة، وهو بالنسبة لي وش السعد عليا، اشتغلنا مع بعض يا عوبيان، وطبعا الحاج متولي، وأنا بقول له ألف مبروك يا أستاذ نور، تستاهل كل الخير، ودي أقل حاجة مصر تقدمها لك والفن يقدمها لك، لأنك أنت أديت كتير قوي للفن. أنا من أوائل اللي ابتدوا في، يعني أنا في المهرجان الأول كنت أخرجت وتعرضت لأفلام كتير قوي قوي هنا، من الدورة الأولى والثانية والثالثة، آخر حاجة يمكن كانت كلام في الممنوع، والحمد لله خدنا جوائز كتير فيها. نور ونور خد الجائزة، احنا خدنا يعني في تلك مش فاكر سنة كام خدنا كل الجوائز تقريبا. والله أنا يمكن يعني رأيي يبقى مشكوك فيه، لأن أنا نور من الأشياء، نور عشرة عمر، يعني أنا أكثر من 40 سنة بكثير كمان اشتغلت معاه مساعد تاني ومساعد أول وأخرجت له، فنور علاقة خاصة، وأعتقد تكريم نور إدى قيمة للمهرجان هذا العام. أعتقد تمنياتي بدورة ناجحة، وإن شاء الله نجاحات تتلوها في السنين الجاية إن شاء الله. ممثل عظيم شديد الدقة، محترم في مواعيده، مثقف على مستوى احترافي عالي جدا، وإنسان جميل ومحترم وصديق عزيز. مشاهدينا فاصل وراجعين، انتظرونا. أنا لا جاي
تكريم الفنانة نادية الجندي في مهرجان الإسكندرية السينمائي، راح نشوفه مع بعض. النجوم الذين تم تكريمهم في حفل الافتتاح لمهرجان الاسكندرية السينمائي بدوراته 30 الفنانة نادية الجندي التي أعربت عن سعادتها لكونها من مواليد الاسكندرية، كما تم تكريم المخرج التونسي الكبير الطيب الوحيشي والذي دخل إلى خشبة المسرح وهو على كرسي متحرك بعد الحادث الذي تعرض له مؤخرا، وأكد على أنه ما زال يحب الحياة وما زال يملك الرغبة في إخراج أعمال فنية عديدة، ووجه التحية والشكر لزوجته رفيقة مشواره في الحياة والكفاح. أشعر بحضوركم جميعا ووجودي معكم، وأعتذر عن صمتي ليتعب الزمان والحادث الأليم، ولكن لازم لا يمكن أن يكون مشهد ميلودرامي لأني لسه أحب الحياة وأخرج وأحيا. سعيدة جدا بالمهرجان وسعيدة جدا بتكريم كل زملائي اللي معايا، و... واتمنى ان شاء الله ان المهرجان ينجح ان شاء الله ويحقق نجاح و... والفن عموما يزدهر ويبقى في المقدمة على طول ان شاء الله باذن الله. اول مهرجان لإسكندرية خدت فيه جائزة احسن ممثلة عن فيلم الخادمة، والفيلم ده نجاح جماهيريا على اعلى، يعني حاجة جميلة جدا كان، يعني عشان كده أنا مهرجان اسكندرية له ذكرى جميلة عندي بصراحة. شيء عظيم، يعني أعتقد الفترة اللي جاية هتشهد تطور في حاجات كتير جدا، أعتقد في الفن الذي يقدم، في التسابق في أن تقدم كل ما هو له قيمة، لأن أعتقد الفترة الجاية هيكون هناك تكريم لكل من يقدم القيمة التي ترفع من اسم مصر. ما تتصورش أنا بإيه سعيدة، لأن أستاذ نور بالنسبة لي أبويا الروحي، يعني سعيده جدا، وعايز اقول لك ده اقل حاجه يعني ممكن يستحقها الفنان الكبير نور الشريف، لانه فنان بحقيقي من اكتر الفنانين اللي سابوا تراث واثر للسينما المصريه وافلام عديده، ومعظم افلامه او من 100 سنه، من 100 فيلم على مدار 100 سنه اعتقد هو ليه اكتر من 6-7 افلام يعني، وقدم افلام ذات قيمه مع مخرجين كبار، وقدم مخرجين جداد من خلال انتاجاته او انتاجه. فاستاذ نور الشريف تاريخ كبير الحقيقه في المسرح والسينما والتلفزيون، يعني يكاد يكون هو النجم كنجم بيج ستارز، اكتر نجم قدم مسرح لمسرح الدوله، وده ما بيحصلش الحقيقة، فده بإيمان منه أنه قد إيه المسرح مؤثر. شيء مفرح جدا أن البلد ابتدت تعيد نشاطها الثقافي والسياسي والاقتصادي، الحقيقة إحنا في حاجة نتحسد عليها، يعني أنا بقول الفترة اللي إحنا فيها دي لما يبقى فيه أكتر من 120-150 فنان وفنانة ومن دول عربية، ومفيش معانا اللي هو البوليس والماشين كلنا بعربياتنا والناس بتقابلنا، مهرجان رجع زي زمان، كان الخوف الأول من المهرجانات والحاجات دي، الحمد لله، وده يدل إن البلد ماشية في طريق في أمن وأمان. أستاذ نور الشريف متأخرة طبعا التكريم ده، إنما أنا بقول بشكر مصر إن هي بتمنح أحد روادها في السينما المصرية اسمه على المهرجان، ودي أقل حاجة. أستاذ نور الشريف أنا ما اشتغلتش معاه خالص، إنما يعني صحاب نتقابل دايما، بتعلم منه في كل قعدة، فكل ما قابله لازم أتعلم منه حاجة جديدة. مهرجان اسكندرية إحنا لازم نهتم بكل المهرجانات، لازم نهتم بكل الأعمال، أي مناسبة سينمائية، أي احتفالية لازم نهتم بيها، لأن إحنا كنا في معركة كبيرة جدا، الفن كان ممكن ينقرض، كان ممكن ينتهي، ولو إن دي صعب علينا لأن إحنا رزلة شوية كفنانين، رزلة شوية، لكن الحمد لله إحنا يمكن بنحتفل بنصر اللي إحنا وصلنا له، مش الفن بس، المجتمع المصري كله. نور الشريف له معزة خاصة جدا في قلب كل مشاهد ومشاهدة، وبقول إن نور الشريف حجر أساسي في الفن
يعني الفن شخصيا، فده أقل حاجة. أستاذ نور الشريف طبعا أستاذي العظيم اللي اكتشفني واللي رشحني في مسلسل الرجل الآخر واللي سمح لي أن أنا أتعلم منه، فأقل تقدير أن أنا كنت أجي النهاردة علشان أقف جنبه في تكريمه. سعيد جدا بيه وسعيد جدا بالمهرجان، وإن شاء الله المهرجان ياخد وضعه أحسن وأحسن وأحسن في السنين اللي جاية إن شاء الله. بعمل مفاجأة لأستاذي وأبويا الروحي ووش الخير عليا اللي علمني حاجات كتير قوي في فن أستاذ نور الشريف. مفاجأة أغنية عاملها له باسمه، والمفاجأة الثانية أني بقدم حفل الختام. أنا في السينما لسه ما عنديش يعني يعتبر تاريخ، لكن أنا حابة أتعلم، حابة أحضر مهرجانات، حابة أشوف ثقافات أخرى، حابة أتواجد مع زملائي. وانا شايفه ان مصر في الفتره الجايه في السينما هتبقى ان شاء الله باذن الله طفره كبيره قوي، هننسى الفتره الصغيره اللي حصل فيها كده ازمه. الذي يجمع بين الفنانة أصالة، أنغام وشيرين؟ خلونا نتابع في هذا التقرير. تعرف الفنانة شيرين بخفة ظلها وعفويتها وتلقائيتها وابتعادها عن تجميل عباراتها وتنميك كلامها، وفي المقابل تعد شيرين من أكثر الفنانات اللواتي يخضن مشاكل مع زملائهن، لكن ما الذي يجمع بينها وبين أصالة وأنغام؟ منذ 4 سنوات وقع سوء تفاهم بين أصالة وشيرين أدى إلى قطيعة بينهما، ثم انتهى الجفاء مع إنجاب أصالة توأمها آدم وعلي. يومها ذهبت شيرين لتبارك لها، لكنهما لم تفتح سيرة الماضي ولم تتعاتبا. أما أنغام فهي الصديقة المشتركة بين شيرين وأصالة، وكانت قد وصفت علاقتها بشيرين بالممتازة إلى درجة أنها قامت خلال أحدى المقابلات الفضائية المصرية بطلب يد ابنة شيرين لابنها. لكن وبما أن شيرين غاوية مشاكل، نتساءل هل ستحافظ على صداقتها مع أنغام أو قد تخوض حربا معها تماما كما فعلت مع أصالة وآخرين؟ مشاهدينا غدا في نفس الموعد مع برنامجكم اليومي عربود، وإلى اللقاء.